موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وفي ذات السياق أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما تم توقيعه من اتفاقات أمس مع الجانب السعودي، والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية باستثمارات تصل قيمتها 7.7 مليار دولار. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات تاريخية واستراتيجية تستند إلى شراكات ناجحة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 25، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالعاصمة الألمانية برلين. وأوضحت وزيرة التجارة أن تنظيم هذا الملتقى في الوقت الراهن اختيار مصر شريكاً لأعمال دورته الحالية يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وألمانيا، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الألمانية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 5.1 مليار يورو خلال عام 2021. تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة سند الخير في الأسبوع الثامن منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 من مارس الماضي، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وأسعار مخفضة. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال المبادرة كان إقبالا كبيرا، حيث حقق حجم مبيعات يصل إلى 42.5 مليون جنيه حتى الأسبوع الثامن ومنذ انطلاقها، حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعا، مضيفا أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً حتى نهاية العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية، يضم عدداً من أعضاء وزارتي الداخلية والدفاع الفرنسية، فضلاً عن عدد من الكوادر الأمنية الأوروبية، وذلك للاطلاع على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانات علمية وبحثية وتدريبية متميزة ومناهج دراسية متقدمة في العديد من المجالات. المزيد في سياق التقرير التالي. أكاديمية الشرطة، صرح تدريبي أمني متميز تحمل مشعل العلم في خدمة الأمن، تستقبل زائرين ومتدربين من مختلف دول العالم لينهلوا من علومها الأمنية وقدراتها التدريبية. في هذا الإطار استقبلت الأكاديمية وفداً من الضباط الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية، زيارة بدأت بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وداخل إحدى قاعاته تعرفوا من خلال فيلم تسجيلي على قدرات وإمكانات الأكاديمية وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محلياً ودولياً. Nous avons été très impressionnés par les dimensions de l'école qui est vraiment très importante, par le nombre de ses facultés, par les techniques utilisées. Par l'équilibre entre les techniques de sécurité et les questions de liberté, et par la coopération internationale, puisque votre école a un rayonnement qui dépasse le cadre du pays. J'étais extrêmement donc intéressé par la diversité des missions. Bien sûr, les missions de formation initiale des officiers de police, les liens avec les partenaires extérieurs, avec notamment l'université. انتقل الوفد إلى كلية الدراسات العليا
وشاهدوا ما تزخر به من إمكانات تعليمية ودراسية لإعداد وتأهيل الضباط للحصول على أعلى الدرجات العلمية، حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال والاستفادة من قدرات الأكاديمية وكياناتها المختلفة ومنها كلية الدراسات العليا. Volontaire sur notre désir de développer un partenariat avec l'Académie de police, car nous avons des synergies à partager, à la fois sur notre capacité de recherche, notre travail sur la lutte contre la cybercriminalité, la gestion de crise, et en plus j'ai pu voir qu'il y avait un fort attachement de l'Académie de police à la langue française, ce qui facilitera les échanges entre nous. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام استقبل أعضاء الوفد الفرنسي، حيث تفقدوا إمكاناته اللوجستية والتدريبية المختلفة ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركين في بعثات حفظ السلام الأممية، وأشادوا بإمكاناته ومساهمته الفعالة في إعداد تلك الكوادر. في مصنف formation pour le maintien de la paix, on connaît combien l'Égypte a un rayonnement international et régional qui est très important, qui est reconnu par la France comme un acteur fondamental dans cette partie du globe. بين جنبات كلية الشرطة انطلق أعضاء الوفد لمشاهدة البرامج التدريبية التي يتم تطبيقها لإعداد الكوادر الأمنية المحلية، حيث شاهدوا جانبا من التدريبات العملية لطلبة الكلية في مختلف ميادين التدريب القتالي المفتوح، كما شاهدوا ميادين التدريب الفني على أعمال التخصص الوظيفي. J'ai été impressionné par les présentations que nous avons eues ce matin. La qualité des formations, les dispositifs techniques et logistiques dont disposent les forces de sécurité égyptiennes pour se former. L'ensemble des capacités que j'ai pu voir laisse présager la possibilité de faire bénéficier à différents officiers français de la formation, de la qualité de la formation qui est dispensée aux officiers égyptiens. أصداء وانطباعات إيجابية بين أعضاء وفد الضباط الفرنسيين عن زيارتهم لأكاديمية الشرطة تؤكد على تميز هذا الصرح الأمني وتفرده في إعداد الكوادر الأمنية وفقا للمستجدات العصرية. استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أمين عام وزارة الدفاع بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد العسكري المرافق، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على تعزيز ودعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل. وشدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرا أن هناك لجان مشتركة لتعزيز ودفع علاقات التعاون بين البلدين وتوفير التعاون الاقتصادي والتجاري. يواجه فريق النادي الأهلي في 9:30 مساء اليوم على استاد الأهلي والسلام نظيره فريق نادي غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز، والتقي فريق نادي الزمالك في 7:00 مساء اليوم على استاد المقاولون العرب فريق نادي البنك الأهلي، كما يستضيف فريق إسترن كومباني في 7:00 مساء اليوم فريق بيراميدز على استاد بتروسبورت.